نزل المغني القسنطيني الشاب فيصل الصغير ضيفاً على برنامج زابينج رمضان الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم. وخلال مكالمة عبر تقنية سكايب كشف فيصل الصغير تفاصيل علاقته بالمغنية التونسية مايا والتي أثارت ضجة كبيرة في وقت سابق. وواصل الشاب فيصل الصغير بخصوص علاقته مع مايا قائلاً: تربطنا علاقة جيدة وعلاقة عمل لا غير، واصفاً إياها بالإنسانة الطيبة. كما نفى الشاب فيصل الصغير أن العلاقة بينه وبين المغنية مايا أصبحت مضطربة واعتبرها إشاعات لا غير وترويج أكاذيب. وتابع الشاب فيصل الصغير أنه لا يتدخل في خصوصيات المغنية مايا وهي نفس الشيء، واعتبر أن هذا الأمر تحدث عنه كثيرا ولا يريد المزيد. كما أشار الشاب فيصل الصغير إلى أن هناك في المستقبل عمل مشترك بينه وبين المغنية التونسية مايا متمثل في فيديو كليب. وأكد الشاب فيصل الصغير أن الوقت الحالي لا يسمح بالقيام بعمل فيتورينج مع المغنية مايا، وفي حال كان ذلك سيكون عن بعد بسبب كورونا. وقال الشاب فيصل أن الفيتورينج تم إنجازه وانتهينا من الكلمات والموسيقى، وأردنا أن ننجز فيديو كليب يشرف المغرب العربي على حد قوله.